عسلامة عسلامة، نقولكم عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. اليوم حبيت نعمل معاكم الروتين، اليومكم صورت معاكم روتيني نهار العيد ونهار ثاني العيد، مقتطفات هكا كيفاش نعديو نهار العيد وثاني نهار. نخليكم مع بقية الفيديو، ما تنساوش تخليوا لي لايك، تخليوا لي كومنتير، وشكرا على المتابعة. دورت العلوش كما تشوفوا لنا، هذه هكا الكرشة نظفتها لأول مرة، حطيت عليها الملح باش من بعد نزيد نحكها بالباهي بالباهي. هذه هكا كيف كيف، هكا نظفوها بالباهي بالباهي. ومن بعد نتوما ان شاء الله هنصور معكم فيديو اخر كيفاش نستعملوها احنا الدوارة متاع العلوش. بالنسبة للناس اللي ما تعرفش العادات والتقاليد التونسية، هنا بعد ما كملنا قطعنا العلوش نتاعنا وبعد ما شوينا اللحم وكلينا المشوي، توا لهنا باش نتعدى نحضر القلايه اللي هي العادات والتقاليد نتاعنا ناكلوها نهار ثاني عيد. معناتها لهنا خديت اللحم كما تشوفوا هكا، هذه كبده، الكلام نتاع العلوش، اللحم نسمدو هكا في شويه ماء وملح، ومن بعديك ندور نقطعو مكعبات. هي هكا القلايه نتاعنا، شوفوا كيفاش قاعده تتقلى في الزيت كما تشوفوا هكا. ولا هنا باش نطيب انشا كما تشوفوا لهنا، ولا عصيده نتاع القليه بالبيزين كما تشوفوا هكا، هذيك اللي هو سميد انبلوه، الوصفه موجوده عندي في القناه. وناخذوا الجلوتين نتاعو اللي هو هذا هكا، ناخذوا كل شيء معناتها القوه نتاع السميد ونصفيوه ونتحصلوا على هذيك الانشا، هذه هكا كما تشوفوا هكا، هذه هكا نتحصلوا عليه من السميد المتوسط كي نبلوه، نقعدوا نبلوه ونصفيوه بالباهي بالباهي، وناخذوا الجلوتين نتاعو اللي هو هذا هكا كما تشوفوا هكا، هذه هكا شفتوا، هذه هكا هو اللي انا باش نعملو عصيده. توا لهنا هذه البيزين نتاعنا ولا العصيده قاعده رحمه تفرد فيها كيما تشوفوا هكا، نقعدوا نحركوا عباره عن نطيبوا في كريمه حتى للي تعقاد وتولينا عصيده. هذه هكا البيزين بعد ما كملت افردته وعصته، حطيت عليه هذيك اللحم نتاع القلايه كيما تشوفوا لهنا، نودكم ولا نشهيكم. وهكا عدينا نهير الاول والثاني متاع العيد، ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بخير وينعاد عليكم يا رب بالصحه. ونشكركم على المتابعه في وصفه اخرى ان شاء الله في يوم جديد وبسلامه.